أهلا بكم. بعد التئام مجلس النواب وحصول الحكومة على الثقة، كان لزاما علينا أن نعود إلى طاولة حكومة الظل من جديد، نناقش القوانين ومشاريع القوانين التي تطرح تحت القبة. فأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من حكومة الظل في الموسم الجديد. موازنة متفائلة في وضع صعب، هكذا وصف مختصون الموازنة العامة لسنة 2021، تفاؤل في المنح المقدرة بنحو 577 مليونا، وكذلك النمو الذي من المتوقع له أن يكون نحو 2.5%، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة بنحو 7 مليارات و900 مليون. لكن كيف ستكون هذه الموازنة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لأكثر من 29%، وارتفاع التضخم كذلك، بالإضافة إلى معدلات الفقر التي لم تعلن بعد، وعجز مقدر بنحو 2 مليار دينار؟ مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيكون ملفنا اليوم في حكومة الظل، لنوضح خلاله أهم ملامحه وأولويات إنفاقه وأبرز ملاحظات مجلس النواب، مع ضيفي عن الجانب الحكومي أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، يقابله رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور نمر السليحات العبادي. لكن قبل أن نبدأ، دعونا نستعرض معا أهم الأرقام العامة التي وردت في مشروع القانون، حيث توقعت الحكومة في نص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 أن يبلغ العجز المالي في مشروع الموازنة نحو 2.550 مليار دينار، فيما توقعت أن تبلغ الإيرادات العامة 7.874 مليار دينار، فيما توقعت أن تبلغ النفقات 9.930 مليار دينار. إذن نبدأ حوارنا، وأبدأ مع دكتور عبد الحكيم. مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا دكتور. بداية، هل لك أن تعرض لنا أهم ملامح موازنة العام الحالي؟ في البداية شكرا أخي علي على هذه الاستضافة، وبحيي وجودي مع أخي الدكتور نمر. شكرا. رئيس اللجنة المالية، وبهني وببارك له كمان على انتخابه لهذه اللجنة. الله يسلمك. الدكتور خلفيته معروفة، وأنا متأكد أنه إن شاء الله راح يكون على قد المهمة وعلى قدرها. شكرا. بحيي المشاهدين كمان. بدي أبدأ من كلمة متفائلة. الحقيقة إحنا بداية يعني هذه الموازنة انطلقت من كتاب التكليف السامي، قابلة للتطبيق، تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقة واقعية. هاي البداية الأولى. طبعا عندما بدأ إعداد الموازنة، معالي وزير المالية وجه كل فريق وزارة المالية بأن تكون هذه الموازنة، خلينا نحكي، غير انكماشية. كيف نقيس عدم الانكماش فيها؟ الفرضية الأولى عدم فرض أي ضرائب جديدة، وهذا بيعني أنه راح تظل السيولة مع المتعاملين في السوق. الفرضية الثانية راح يكون في زيادة في النفقات العامة، ورايحين احنا نشرح خلال الحلقة أنه هاي الزيادة كانت زيادة حميدة وراح تكون لها علاقة في التنمية. الآن المؤشرات الرئيسية، بدنا نبدأ من فرضية مهمة جدا، الموضوع النمو الاقتصادي. موضوع النمو الاقتصادي، طبعا أنا طلعت على عدة مقالات ودخلت في عدة ندوات كيف النمو الاقتصادي بده يرتفع من حوالي 3% بالسالب إلى حوالي 3.8% في العام القادم. هذا الموضوع بدي أحاول أثبت أنه صحيح وواقعي من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى، إذا طلعنا على النمو في الربع الثاني من هذا العام كان 3% بالسالب، والربع الثاني 2.2% بالسالب، ونتوقع إحنا أن يكون النمو في الربع الرابع بحوالي 1.1% أو 1.2% بالسالب. يعني في النهاية راح يكون النمو أقل من 3% سالبا. ليش هذا الحكي؟ هذا بيعطينا زخم أنه انطلاقة الاقتصاد ما بعد مرحلة كورونا الربع الثاني والربع الثالث راح تستمر في العام القادم. هذا الحكي أتبع في مجموعة من السياسات. أولا السياسة المالية، إذا إحنا ما حدا بينكر أنه السياسة المالية قامت بمجموعة من الإجراءات إلها علاقة بتوفير السيولة لدى المتعاملين. بدي مش يعني الوقت بجوز ما يسمح أنه نسرد كل هاي التفاصيل، لكن على سبيل المثال قامت الحكومة بتنسيب من معالي وزير المالية بتخفيض الضرائب على القطاع الخاص، القطاع السياحي عفوا، بحوالي 50% 8%. تم تأجيل دفع الضرائب إلى حين استحقاق البيع. تم تأجيل ضريبة الدخل من نهاية شهر 4 إلى نهاية شهر 6، هذا على مستوى المالية العامة. طبعا وزارة المالية كمان تحملت جزء من الفوائد اللي قدمها البنك المركزي في
في صندوق دعم كورونا. هذه السياسة المالية طبعا في عدة تفاصيل أخرى، لكن هاي السياسة المالية كانت سياسة تحفيزية وتهدف إلى توفير السيولة في العام القادم. طبعا يعني هذا أكيد. الآن في السياسة النقدية، خلينا أكمل لك حزمة السياسات. البنك المركزي أنشأ صندوق ب 500 مليون كان هدفه تمويل سيولة للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، المؤسسات المتعثرة. وزارة المالية قامت بدعم 2% من الفوائد المترتبة على هذا الصندوق. الآن هذا بنحكي عنه على جانب السياسات. لو جينا لجانب الطلب، إذا بنطلع على الاقتراض اللي تم في عام 2020 نما بحوالي 200%. طبعا هذا النمو في لاج افكت، يعني راح يظهر أثر زيادة في النمو في الاقتراض في هذا العام في العام القادم. كان الحافز فيه تخفيض سعر الفوائد. الآن الجانب الآخر، القطاع الخارجي. القطاع الخارجي احنا نتوقع نمو في المستوردات، راح يكون في عنا نمو في الصادرات، وكمان في تفاؤل كبير حول قطاع السياحة. أنا حسب المعلومات المتوفرة لدي من أخواني في هيئة تنشيط السياحة، في حجوزات بدأت الآن فورا في العقبة، وراح يكون في نمو في قطاع السياحة بحوالي 100%. إذن هذه العوامل، سواء كانت، خلينا نلخص بشكل سريع، النمو اللي حصل في عام 2020 وهو كان أفضل من النمو المتوقع واللي قدرته المؤسسات الدولية. كان النمو المتوقع من المؤسسات الدولية بحوالي 7%، إحنا نمينا بنمو سلبي أقل ب 3% إلى 2%. السياسات التحفيز سواء كانت مالية أو نقدية، نسيت أضيف كمان الحزم اللي قام فيها الضمان الاجتماعي واللي هي سهلت على أصحاب العمل والمتعاملين ووفرت سيولة للمتعاملين في السوق. طيب اسمح لي دكتور، يعني اسمح لي دكتور بس نرى واحدة أنه هذا بيثبت أنه إمكانية ارتفاع النمو من الدب اللي صار فيها الآن ماينس 3% إلى 3.8%. هذا النمو بيسموه الفي شيب، يعني أنه عودة سريعة من نقطة سالبة إلى نقطة مرتفعة. يعني زي كأننا بنلغي سنة 2020، يعني تقريبا سنة 2020، يعني كأننا بدنا نعود. أنا تناقشت أنا والدكتور نمر في هذا الموضوع، كأننا بدنا نعود إلى منطقة اللا كورونا، يعني قبل عام 2020. طيب صحيح. دكتور نمر، أهم ملاحظاتكم في مجلس النواب على مشروع القانون، وهل فعليا نسبة النمو اللي تحدث فيها الدكتور قابلة للتطبيق؟ وهل يمكن أن نصف الموازنة بشكل عام بأنها قابلة للتطبيق وفق المعطيات الموجودة لديك؟ سيدي، بالبداية أشكرك على استضافتي على هذه الحلقة بمعية الدكتور عبد الحكيم الشبلي. في ملامح للموازنة من جهة النواب. بداية بدنا نبشر المواطن الأردني ونحكي له ما في لا رفع ضرائب ولا رسوم، وبالتالي هذه بشرة للمواطن الأردني أنه ببداية السنة على لسان دولة الرئيس أنه ما في زيادة للضرائب ولا للرسوم، وبالتالي بالموازنة لم يكن هناك في رفع للرسوم والضرائب. هذا أول شيء. الموازنة متفائلة، أنا بعتبر أنه في تفاؤل بالإيرادات المحلية. يمكن في عندنا مبرر هذا التفاؤل؟ بحس أنها متفائلة لأنه جائحة كورونا راح تأثر علينا أكثر من سنة ماليا، وبالتالي يمكن تستمر سنة وسنتين وثلاث هذه الجائحة بالتأثير علينا بتحصيل الإيرادات. اثنين، المنح انخفضت حوالي 275 مليون عن عام 2020 وكذلك عن 2019. بالتالي 275 انخفاض للمنح، يعني احنا بندعو الحكومة إلى تحصيل منح بشكل أكبر من هيك. مجموع النفقات زي ما تفضلت 9.928 مليار مقارنة بالإيرادات في عندنا عجز 2.55 مليار. دائما المتوقع من النفقات، نتوقع الحكومة متوقع هذا يحصل 100% أو يمكن يكون قريب للمية بالمية. النفقات بدنا ندفع أجور، بدنا ندفع 1 2 3، معروفة إلى حد ما، لكن التوقع بالإيرادات يمكن ما نحصله بهذا الحجم. فالحكومة متفائلة بتحصيل الإيرادات وإن شاء الله تحصل وأكثر من هيك. في نمو، في نمو
يمكن أشكك باثنين ونص نمو. ليش؟ لأنه أثرت الكورونا وجائحة الكورونا علينا بحجم كبير، وبالتالي توقعات أن يكون نمو بالواحد وعشرين اثنين ونص يمكن يكون متفائل كثير الحكومة، ونتمنى أنه التفائل هذا يتحقق. حالم يعني ممكن نوصفه؟ لا لا لا، تفاؤل بس مو أكثر من تفاؤل، فهم متفائلين وفي عندهم دراسات، والدكتور عبد الحكيم يعني وضح لي أنه في دراسات وأنه ممكن يوصل لاثنين ونص. النواب لهم ملاحظات كثيرة على الموازنة، يعني بدهم آلية قنوات أخرى لزيادة الإيرادات، هذا أسئلة النواب تحت القبة. وبالتالي إحنا زملاء النواب كانوا لهم تساؤلات كثيرة. التوقف عن تخفيض النفقات الرأسمالية، فهذا مطلب أنه ما بدنا تخفيض للنفقات الرأسمالية، وهذا مطلب شرعي لأنه من النفقات الرأسمالية يتم التنمية للبلد. كمان مطلب الحكومة الامتناع عن التوسع في المديونية. ما بعرف يجاوبنا الدكتور أنه جاوبنا دكتور؟ إذا بتحب جاوب. تفضل جاوب على هاي النقطة مباشرة. طيب إحنا بس نرجع، لأنك أنت أخي علي سألت عن فرضيات الموازنة. يعني الحقيقة أنا رايح أرجع للنقاط اللي تفضل فيه أخوي الدكتور نمر، نقاط مهمة جدا يعني. وأنا حقيقة يعني تابعت جلسات مجلس النواب، الملاحظات اللي قدموها أخوانك وزملائك النواب كانت ملاحظات تنم عن خبرة وعن اهتمام برفع سوية المالية العامة والاقتصاد الأردني. الآن بس بدي تعطيني يعني دقيقة أحكي إيش الفرضيات، لأنك سألتني عن الفرضيات. بدنا نحكي عن فرضيات الإيرادات. الإيرادات استندت بشكل عام إلى المقدمة اللي حكيتها فيما يخص النمو. يعني في علاقة واحد واحد بين فرضية النمو والإيرادات. الفرضية الثانية كانت عدم فرض ضرائب. الفرضية الثالثة إنه إحنا رايحين نستمر بإجراءات مكافحة التهرب الضريبي. والفرضية الرئيسية والمهمة واللي إحنا اليوم بنعيشها في الاستديو، إنهاء الحظر وعدم إجراء أي إغلاقات في العام القادم. دولة الرئيس في مجلس النواب أعلن أثناء الرد على خطاب الثقة بأنه سوف يبدأ فك الحظر عن نهار الجمعة اليوم. نهار الجمعة يوم مهم، يتم فيه تحركات كبيرة لأخوان المواطنين، بيجري فيه استهلاك، بيجري فيه استهلاك وتتحرك السيارات والمركبات، وأنا بتوقع هذا الحكي راح يزيد النشاط الاقتصادي والنشاط الضريبي. الآن لما انتقلنا إحنا في الإيرادات من منطقة إعادة التقدير من حوالي 6.300 مليون إلى 7.300 مليون، طبعا أنا تناقشت أنا وأخوي الدكتور نمر في هذا الموضوع، فيها زيادة حوالي 900 إلى 100 مليون. تم دراسة هذا الموضوع بالتفصيل وبني على مجموعة من الفرضيات والقياس أيضا في وزارة المالية. إذا بدينا مثلا في ضريبة الدخل، ضريبة الدخل تراجعت بحوالي 120 مليون. طبعا ضريبة الدخل في عام 20 يتم تحصيلها على مستواها في 19، عام 19 كان عام طبيعي. احنا افترضنا الان ضريبة الدخل اللي بدنا نحصلها في عام 21 تأثرت في التراجع الاقتصادي اللي صار في 20، وخاصة في عندنا انخفاض مثلا في بعض القطاعات مثل قطاع البنوك. هو ليس خسائر في قطاع البنوك، انما في انخفاض في الربحيات. لو اجينا على ضريبة المبيعات، ضريبة المبيعات الجزء الكبير اللي زاد فيها اللي هو ضريبة المبيعات على القطاع التجاري. ليش زادت ضريبة المبيعات على القطاع التجاري؟ إذا بتتذكر كان في إغلاق حوالي 3 أشهر من العام. هذا تبعه عدم تحرك للمركبات الأردنية، عدم استهلاك المشتقات النفطية، في ضرائب على المشتقات النفطية. برضه تم إغلاق المؤسسات الحكومية، في تحصيل الرسوم لم يكن هناك، في عندنا تحصيل لتصاريح العمل ما في. مفهوم هذه التفاصيل. هذه الفرضيات تم افترضنا احنا في وزارة المالية انها لن تعود في عام 21. فعندنا زيادة حتى في ضريبة المبيعات قيمة حوالي 287 مليون، يعني مش حجم كبير. الآن لو جينا لكن هو الحديث والنقطة الأساسية، يعني لازم أطلع فاصل، ولكن هي النقطة الأساسية في تقدير نسبة النمو. الدكتور يشكك في أن نصل إلى 2.5%. سوف أترك مجال للإجابة عن هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا.
أهلا بحضراتكم من جديد. إذن نعود لمتابعة حوارنا مع ضيفي الكريمين. دكتور، كنا نتحدث بالنمو. الدكتور نمر أشار إلى أنه أنتم متفائلون جدا في الحكومة بأن نصل إلى 2.5%. لم يعترض كثيرا على أنه راح يكون هناك نمو ولكن لن يصل إلى 2.5%. في الحقيقة أنا كل حق مع الدكتور أنه يعني يطلع على هذه النسبة بأنها متفائلة، لكن أنا زي ما ذكرت يعني حتى هذا الموضوع تم نقاشه مع زملائنا في البنك المركزي، في نموذج في البنك المركزي وبيدخل في بيستخدم فيه الانبوت والاوتبوت تيبلز، وهي النتائج توافقت يعني مع النتائج اللي في ظهرت في البنك المركزي عند زملائنا هناك. النقطة الرئيسية لماذا سوف ننمو في العام القادم بمستوى يعود إلى ما قبل كورونا؟ يعني احنا في عام 19 قبل كورونا نمينا في 3.7%، يعني الآن إحنا في 21.3%، يعني ما في نمو زيادة. وضع الأردن الطبيعي هو أن ينمو حقيقيا بحدود 2%. الآن هاي الدب اللي صارت يعني في عام 20 هي ليست financial crisis، هي كانت عبارة عن أزمة عابرة. وإذا إحنا بدنا نطلع يعني إيش العوامل اللي ممكن تساعد في عام 20 اليوم، دكتور إحنا الأردن اقتصادات أقوى من اقتصاد الأردن بكثير، توقعت أن تعود نسب النمو إلى ما كانت عليه قبل كورونا، بدها 3 و4 و5 سنوات. صحيح، نحن نتوقع أن يحدث ذلك في عام واحد. معك حق، يعني في دول تتبع عودة لها إلى النمو تتبع اليوشيب، يمكن تأخذ سنة سنتين، وهذا بيعتمد حسب حجم كبر الاقتصاد. ونحن نعتمد الفي شيب، او في دول حتى ال شيب يعني راح تاخذ وقت طويل حتى ترجع الى المنطقه اللي كانت ما قبلنا. انا بقول يعني اهم فرضيه ممكن احنا تساعدنا ندعم موضوع العوده الى النمو الى ما قبل كورونا، اول شيء زياده على الطلب، سواء كانت زياده في الائتمان المقدم من البنك المركزي محفز بتخفيض سعر الفوائد. القطاع الخارجي راح يصير في نهم على المستوردات، راح يزيد المستوردات، راح يزيد عندي كمان حجم التصدير. والنقطة الثالثة عندي القطاع السياحي، القطاع السياحي لن يبقى مغلق في العام القادم، أنا متأكد. يعني في حجوزات الآن بدأت في العقبة. الموضوع المهم اللي احنا عايشينه اليوم، احنا اليوم في منطقة اللاحظر، أنا مبسوط جدا أني موجود في المملكة، الحمد لله. الجمعة أصبحت منطقة اللاحظر، تلقيح كورونا اليوم جلالة سيدنا الله يحميه حتى يحفز المواطنين. هو نفسه تقدم ولقح نفسه بالكورونا. الآن السير في اللقاح هذا سوف يساعد على يعيد الثقة في العام القادم، سوف يعيد الثقة على الاستهلاك وسوف يعيد الثقة. نعم، زي ما تحدثت دكتور، نتمنى ألا نعود إلى نقاط الحظر. دكتور، بدي أرجع لك، كان لك تصريحات قبل ساعات قليلة على موضوع التهرب الضريبي، وأيضا كنت تريد التعليق على هذا الموضوع والدكتور بتحدث. برأيك إجراءات الحكومة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي هل هي كافية؟ شكرا سيدي. يا سيدي، الحكومة متفائلة وإن شاء الله تحقق نمو 2.5، بس أنا أتمنى من الأستاذ علي أنه بنهاية السنة بيكون فينا حلقة هون ونشوف النمو أنه وصل إلى 2.5 ولا لا، وبعدين حتى نعرف كمان أنه والله المديونية زادت ب 2 مليار و55 مليون. ياريت أنه هذا حلقة بنهاية السنة بتكون موجودة حتى نشوف هذا الكلام إن شاء الله. التهرب الضريبي من سنوات والحكومات تتكلم عن التهرب الضريبي وسنحقق إيرادات من التهرب الضريبي، هذا ما بتحقق. فأنا بقترح واقترحت لدولة الرئيس أن يكون عندنا هيئة للتحقيقات المالية، هاي مهمتها للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتباطها مع دولة الرئيس، يختصوا بالمتهربين والمتغولين على البلد بهذه الآلية التهرب الضريبي. فإحنا نتمنى أن يكون في هناك هيئة للتحقيقات المالية، مهامها هو التهرب الضريبي للشركات الكبيرة وكمان للناس اللي بيقوموا بالتهريب الجمركي، وبالتالي أو التهرب الجمركي أو التهريب الجمركي. نتمنى أن يكون في هناك هيئة تحقيق مالية مسؤوليتها هذا الموضوع وارتباطها مع دولة الرئيس. سيدي، احنا متفائلين كالحكومة بإيراداتنا العالية، مش كالحكومة، متفائلين بشكل أقل. إحنا متفائلين مع الحكومة أنه يجي هذا الحكي، وإن شاء الله يكون أنه موجود. بسطني بالموازنة أشياء كويسة كثير،
يعني أن والله ما في زيادة ضرائب ورسوم، هذا هذا شيء ممتاز. أنشأوا صندوق للكورونا مخصصات ب 165 مليون، صحيح. إعادة العمال بعلاوة الموظفين، صحيح. هذا بحوالي. لكن دكتور، السؤال المهم، كيف لنا أن نزيد إيرادات الموازنة دون الاقتراب من جيب المواطن؟ الحكومة تقول بأنه لن يكون هناك ضرائب، لكن كيف سنزيد من إيرادات الموازنة؟ الإيرادات هاي السنة ما راح تزيد، راح تيجي بهذا الحجم، وحكينا قبل هيك أنها متفائلة، لكن على الحكومة أن ترى قنوات أخرى لزيادة الإيرادات. زي شو؟ يعني إحنا مثلا نعتمد على الزيت الصخري، هذا للطاقة، مثلا إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المتوسطة، يمكن جذب الاستثمار من الخارج أو من الداخل، أشياء كثيرة ممكن الحكومة تشتغل عليها وتزيد الدخل أو الإيراد. لكن يبدو الحكومة، هل ممكن أن يكون هناك حل العمل على زيادة المنح الخارجية؟ الحكومة تقللها في هذه الموازنة. الحكومة ما بتقللها، الحكومة هي شو ما بيجيها منح من الدول الخارجية، لكن توقعاتها زادت بشكل كبير هذه الموازنة عن الموازنات السابقة. كنا نتوقع سابقا 800 و700 و750 مليون، هذه المرة نتوقع حوالي 575. هي يمكن بيأيدني الدكتور عبد الحكيم، هي مو توقعات، هاي وعود من معلومات، وعود من جهات معينة من دول معينة ومؤكدة، يمكن في باستثناء دولة واحدة لازم موافقة عليا من الكونغرس والهذا اللي هي الولايات المتحدة، يتم تأكيدها متأخرا، والعام السابق توقعوا شيء من المنح وزادت المنح أكثر من هيك، لأنه يمكن إجانا منحة من الولايات المتحدة زادت الرقم اللي احنا كنا متوقعينه. فهاي ليس توقعات، هاي وعود من دول خارجية المنح، باستثناء زي ما حكيت لك أمريكا بتأكد من الكونغرس أنه والله هذا القرض أو المنحة يتم إعطاها للأردن. فإحنا إن شاء الله متفائلين زي الحكومة، ما بطلع بيدينا غير نعمل أنه تفاؤل، لكن دكتور بطلع بيدكم تخفضوا في بعض النفقات. بدي أسألك دكتور، ما هي البنود التي تتوقعون أن يقوم النواب بتخفيضها في مشروع القانون؟ بدي أرجع بس للنقطة اللي تفضل فيها الدكتور. دائما بدك ترجع دكتور. دكتور عمر، أنا يعني مع الطرح اللي تقدم فيه بخصوص إنشاء دائرة التحقيقات الضريبية، لكن قبل ذلك أنا كمان بعرف أنه دكتور نمر التقى مع أخوي مدير عام ضريبة الدخل، وشرح له الآليات اللي بتتم فيها عمليات التحصيل، وأكيد شرح له كمان أنه إنشاءنا حوالي 6-7 دوائر جديدة بتتابع التاكس بيرز البيك تاكس بيرز، وبترسل رسائل وبتعمل تحليل مخاطر للشركات اللي بتدفع أقل. وبدي أعرج بشكل بسيط على قانون ضريبة الدخل. قانون ضريبة الدخل الجديد، وهي النقطة حتى طرحوها أخواننا النواب في نقاشهم، أنه نعدل على قانون ضريبة الدخل الجديد. قانون ضريبة الدخل الجديد الهدف منه كان توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل من الضرائب المباشرة، ووضع مواد تتيح لدائرة الضريبة بمعاقبة التهرب الضريبي. يعني هذا مقارنة مع القانون السابق لم يكن متوفر. الآن كمان في تسهيلات بتصير عن طريق دائرة ضريبة الدخل. أنا بعرفه دائرة ضريبة الدخل رفعت لحد الآن حوالي 1400 تسوية تتساهل فيها بأي مقترحات بقدمها دافعين الضرائب. عملية متابعة التهرب الضريبي موضوع دقيق، هو أولوية لدى وزير المالية وأولوية لدى دائرة ضريبة الدخل. خلينا نعول على قانون ضريبة الدخل الحالي، أنه بتيح لدائرة ضريبة الدخل أنها تعاقب المتهربين. كما بنعرف احنا في مجموعة من القضايا تم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل، وتم تحصيل بعض الإيرادات منها. وفي كمان البعد الآخر، احنا مش من أجل التسهيل على المواطنين قاعدين نعمل تسويات. الموضوع الثاني اللي هو بيتعلق بالمنح، احنا حقيقة عندما تم تصميم موازنة 21 تم وضع المنح المتأكد من ورودها في عام 21، وزي ما حكى أخوي الدكتور نمر في مجموعة من المنح يتم إقرارها والموافقة عليها بعد رفعها إلى مجلس النواب، وهذا بيحدث كل عام. لكن المعلومات المتوفرة لدي أنه بعض المنح لم يتم إقرارها لحد الآن، لكن ممكن ترتفع خلال العام القادم.
تسمح لي أوجه السؤال؟ تفضل. يعني هل يوجد عندكم خطط مستقبلية لتخفيض عجز الموازنة للأعوام القادمة؟ أكيد. إحنا الآن يعني زي شو؟ أكيد. هو دائما يتم الحديث بأنه بالتأكيد في خطط. إحنا يعني موضوع العجز، يعني العجز اللي صار أنا في عام 21 هو انطلق من واقعية الموازنة. يعني إحنا جزء بالموازنات اللي قبل كان هاي كان يعني نحكي بصراحة اليوم كان في دائما مبالغة في الإيرادات، وأنا كنت مبالغة بالتفاؤل وتفاؤل، وكان عادة يعني أحيانا تنبل على فرضيات، لكن هاي الموازنة تم احتساب إيراداتها بدقة شديدة. يعني إحنا مش نشوف انحرافات كثير، هي توقعات، وأنا متفائل في عام 21، وأنا متفائل أيضا إنه نحقق الإيرادات اللي موجودة في موازنة 21. يعني حقيقة أنا يعني شوف في الاقتصاد كومبوننت اسمه الاكسبكتيشنز. يعني أنت لما بتدخل بموازنة متفائلة المتعاملين بالسوق أيضا إذا شافوا في عجز كبير أو عجز منخفض بدهم يبنوا خططهم الاستهلاكية على موازنة الحكومة، وبدهم يبنوا خططهم الاستثمارية على موازنة الحكومة. لكن العجز اللي احنا شايفينه، سؤالكم عن العجز اللي احنا شايفينه، هذا بني على توجيه جلالة سيدنا بأنها تكون هاي الموازنة واقعية. لما رحنا على الواقعية وعملنا واقعية في النفقات وعملنا واقعية في الإيرادات، كان بإمكان وزارة المالية أنها ترفع الإيرادات، لكن هذا الحكي كان مرفوض. الآن العجز اللي موجود الآن أمام هذا ما كان يحدث سابقا، صحيح، وتم في هذا العام الحقيقة التخفيف من حدته بنسبة كبيرة. أنا تناقشت أنا وأخوي الدكتور نمر في العجز وفي الدين. الآن الدين اللي موجود أمامنا 2 مليار. إحنا كمان حكيت مع أخوي لما تناقشت هذه الموازنة في المجلس الاستشاري تم وضع توصية بأن يتم مراجعة هذه الموازنة بشكل ربعي وإعادة الأولويات، وممكن من خلالها إذا توفر منح جديدة ممكن إعادة ترتيب الأولويات والإنفاق على مشاريع استثمارية جديدة أو تخفيض نفقات أو التحرك في الإيرادات. اللي بهمنا في العجز نفسه هل هناك إمكانية لتمويله؟ العجز بده يتم تمويله. والآن موازنة التمويل يعني حجمها الإجمالي حوالي 7 مليار، في منها 4.7 مليار جزءها الداخلي سوف يتم سداد منه حوالي 3.1 مليار، المتبقي من الداخل حوالي 1500 مليون، الخارجي من موازنة التمويل 2.2 بالعشرة، وتم نقاش إجمالي هذا التمويل مع مؤازرة التخطيط. وأنا رؤيتي يعني والرؤية اللي كانت متوفرة بين وزير مالية ووزير التخطيط إنه هذا التمويل سوف يكون متوفر. بيبقى عندنا هذا على العجز 2 مليار و 50 مليون بالضبط. إحنا موازنة هذا لسه بدون نضاف لهم 550 مليون اللي هو العجز في الوحدات الحكومية، وما مش 550 مليون، لأنه في عندي أيضا إيرادات في الوحدات الحكومية 300 مليون تقريبا بنضاف له. فحجم التمويل الفجوة الجديدة اللي مطلوبة حوالي 2.4 مليون. رايحين إحنا تم نقاش مع أخواننا المانحين في الخارجين، مع البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، مؤسسات في الاتحاد الأوروبي، مؤسسات ألمانية وفرنسية. تم تأمين جزء كبير من هذا المبلغ بيصل إلى حوالي مليار، المتبقي حوالي 1.5 مليار. نقاشنا مع البنك المركزي إمكانية تمويل جزء من هذا التمويل المتبقي. سهل جدا، ممكن نطلع إحنا الأردن بعد الإنجاز اللي عمله مع صندوق النقد الدولي وإنهاء المراجعة الأولى، ممكن أن يلج إلى السوق وأن يصدر الباقي من السوق. فبدي أكد لك على نقطة، إنه العجز صحيح مرتفع ما في خلاف على ذلك، لكن السؤال المهم هل يمكن تمويله؟ الحكومة تعمل بجدية على تمويل العجز من خلال المناقشات اللي بتجري من وزارة التخطيط ومعالي وزير المالية مع المانحين. وأنا حسب المعلومات المتوفرة لدي إن هذا العجز إن شاء الله مؤمن تمويله، لكن في النهاية الدين راح ينتفع بنفس قيمة العجز. صحيح. الآن الخطة اللي بيحكي عنها الدكتور، أنا أطلعت على جزء من كيف وزارة المالية بتتحرك. إحنا الحقيقة الخط الأحمر عندنا العجز الأولي، العجز الأولي وهو حقيقة التارجت اللي بنتفق إحنا والصندوق عليه، هذا لازم يبدأ بالتراجع بعد عام 21.
والهدف من تراجعه مشان نضل بال 21. بدي ارجع للدكتور نمر، طولنا عليه. فضل دكتور، دكتور والله نمر سالت السؤال، سالت السؤال للدكتور وما جاوب. ان شاء الله اني اقدر تجاوب. ما هي البنود التي من الممكن ان تقوم كنواب بتخفيضها في هذه؟ شكرا على السؤال يا سيدي. احنا باللجنه الماليه انا وزملائي والنواب ككل، اذا وجدنا اي بند من النفقات في زيادة سيتم تخفيضه، صحيح. وهذا دستوريا يحق لنا، صحيح. ما نحن الدستور هذه أنه نقدر القدرة على تخفيض أي بند من المصاريف أو النفقات، فهذا إحنا بصدد دراسة الموازنة وسيتم الجلوس مع جميع الوزارات والدوائر الحكومية، فإذا وجدنا أي بند في زيادة عن العام الماضي أو عام 2019 فإحنا هذا البند راح نخفضه، ويعني بالتفاوض مع وزارة المالية. لكن أنا ببالي سؤال محير الشعب الأردني والشارع وتخوفهم. اقترضت الحكومة حوالي 7 مليارات من مؤسسة الضمان الاجتماعي، في لغط كبير، في تساؤلات، ما هو رد الحكومة على هذا القرض؟ هذا سؤالي. سوف أستمع لرد الحكومة على هذه النقطة تحديدا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد، نعود للحديث عن مشروع الموازنة، مشروع قانون الموازنة. بدي أرجع لك دكتور. دكتور نمر أشار قبل الفاصل إلى الاقتراض من الضمان الاجتماعي، تعليقك على هذه النقطة. صحيح، هاي النقطة مهمة. إحنا أحد مصادر التمويل عندنا البنوك والضمان الاجتماعي. إحنا الحقيقة حتى لا نثقل على البنوك وعلى الضمان الاجتماعي، ابتداء من شهر 6 نهاية بداية 6 لحد نهاية تشرين أول اللي هو 10، قمنا بإطفاء ما يقارب 550 مليون، هذا الحكي مثبت، من الخزينة الأردنية. يعني لم نقترض من البنوك مقابل إطفاء، هذا كان قصد منه بتوجيهات معالي الوزير أيضا، إبقاء السيولة لدى البنوك والضمان الاجتماعي حتى ننتقل فيها لعام 21، وعدم مزاحمة القطاع الخاص. حتى أذكر أنا في شهر 12 أنه أطفينا حوالي 50 مليون من الخزينة، يعني أطفيناهم من داخل الخزينة، لم نقترض من البنوك أو من الضمان الاجتماعي حتى نسد 50 مليون، أطفيناهم من داخل الخزينة. وما تبقى حجم الإطفاءات اللي إحنا قمنا بتسديدها في عام 20، وهذا يعزى إلى الإصدار الناجح اللي قامت في وزارة المالية. أصدرنا 1750 مليون مقابل الخطة اللي كانت بادي فيها وزارة المالية بحوالي 1250 مليون. تم الزيادة في هذا الإصدار، تم الاستعاضة عنها باقتراض، بعدم الاقتراض الداخلي. الآن إذا نطلع إحنا للأمام، حقيقة أنا يعني تحليلي الخاص، وممكن أنت بتحتاج في حلقة تستضيف زملائي من البنك المركزي، أنا أعتقد البانكينج سيستم فيه ليكويديتي عالي في 21، حتى الضمان الاجتماعي أنا بتوقع عنده سيولة جيدة، وفي إحنا عندنا تنوع. يعني إحنا إذا لاحظنا في أنه رايحين نضغط مثلا على الضمان الاجتماعي، طبعا في عندنا خيار ثالث ممكن نلجأ إلى الاقتراض عن طريق اليوروبون، هذا متاح إن يعني أحد مقومات الأردن إنه يقترض من السوق الخارجي أو عن طريق اليوروبون. العلاقة الجيدة مع صندوق النقد الدولي تم إنهاء المراجعة الأولى قبل فترة، هي شهادة ممتازة من مؤسسة دولية زي الصندوق، بتعزز أو تعطي حقيقة كريدت للي قام فيه الأردن، سواء التحفيز، حزم التحفيز اللي قامت فيها الحكومة أو التعامل مع جائحة كورونا. فإحنا حقيقة لن نضغط على الضمان الاجتماعي، أنا بأكد لك، وهذا توجه معالي وزير المالية أيضا والبنك المركزي. وإذا حسينا أنه في ضغط على الضمان الاجتماعي بنحرك اتجاهاتنا نحو خيارات أخرى مثل البنوك أو الاقتراض من الخارج. الفائدة من الضمان أقل بكثير؟
حقيقة يعني أنا المعلومات المتوفرة لدي أنه مثلا لو أخذنا 5 سنين بتنتهي حوالي 4.5 إلى 4.8 سواء كانت من الضمان أو من البنوك. لو اقترضنا من الخارج مثلا يورو بوند، إذا بتذكر اليورو بوند كان العام الماضي على 10 سنوات حوالي 4.2 بالعشرة، يعني السوق المحلي في مارجن شوي أعلى من الاقتراض من الخارج كثير، يعني مش كثير يعني في مارجن، لكن حقيقة أقول لك أنا في توجيه عالي من وزير المالية وفي تشديد على هذا الموضوع أن خياراتنا تكون على الحد الأدنى بالاقتراض من الداخل سواء كان بنوك أو ضمان اجتماعي. نعم، مقنع هذا الجواب بالنسبة لك دكتور؟ مقنع، إذا بدهم يسدوا خلال 5 سنوات ممكن يسدوا هذا الحكي، وإذا لا إذا عندهم النية بالسداد راح يسدوا، والحكومة أكيد ملتزمة بهذا الحكي وراح تسد خلال 5 سنوات اللي وعدوا فيهم. توقعاتك؟ توقعاتي راح يسدوا، وأنا يعني من هذا المنبر أريح الشعب الأردني وأبشرهم أنه أمالهم بخير وما في عليها مشكلة، لأنه في إشاعات كثيرة وإحنا بهمنا. لكن 65% من استثمارات الضمان تقريبا رايحة ديون لل سيدي، هذه أمال الضمان وصندوق الضمان هو صندوق أردني، صندوق وطني، وبالتالي إحنا بنساهم بدعم الحكومة، وهي قروض وبكفالة الحكومة الأردنية. صحيح. ويعني أنا بطمن الشعب الأردني أنه أمال الضمان راح ترجع لأنه هاي بكفالة الحكومة، وبالتالي أنا مطمئن بعد هذا الجواب وأطمن الشعب يعني الأردني. استثمار ناجح برأيك؟ استثمار ناجح، استثمار ناجح من الضمان أنه 65% بكفالة الحكومة بدل ما يروح بمشاريع أخرى يمكن تكون متعثرة. صحيح. لكن هان مضمونة بضمانة الحكومة، وإحنا بنأيد هذا الحكي، بس نطمن الأردنيين أن الأموال راح ترجع للصندوق الضمان الاجتماعي. إن شاء الله راح ترجع. إن شاء الله. أعمال مداخل صغيرة. إلا إذا بدك يعني أعارض هذا الموضوع. لا أنا بديك تعطيني رأيك. أنا بحب بثني على تفضل فيه الدكتور. يعني إحنا إذا عدنا إلى 20 حقيقة في سنة وزارة المالية لم يحدث في تاريخ وزارة المالية أنه كان في ديفولت على أي قرض. ونحن في وزارة المالية لا نميز بين أي سداد سواء كان داخلي سواء بنك أو ضمان اجتماعي أو خارجي. وبدي أعطيك كمان مثال أنه إحنا في شهر 10 قمنا بسداد يورو بوند قيمته 1250 مليون دولار تم وشرحت أنا للدكتور نمر قصة كيف تمكننا من سداد هذا البوند. هذا خط أحمر في وزارة المالية، موضوع السداد لا يناقش أبدا، ولن لا أنا ولا أي وزير في المستقبل ولا الوزير الحالي يناقش أنه يصير في ديفولت على أي ديون سواء كانت محلية للضمان أو ديون خارجي. سؤال وصلنا على وسائل التواصل الاجتماعي ويسأل كثيرا، التوفير الذي نتج العام الماضي عن إيقاف الزيادات والحوافز أين صرف؟ بدي راح أرجع الأولويات، أين صرف؟ هذا التوفير حقيقة هو مش توفير الأمانة. إحنا يعني مع نهاية شهر 5 لما كان إحنا أغلقنا بشهر 3 وأغلقنا بشهر 4 وشهر 5، وكانت وزارة المالية ملتزمة بسداد كل القروض والفوائد وقامت بدفع جميع الالتزامات عليها من النفقات الجارية سواء كانت روائد أو غير ذلك، لكن مع تراجع الإيرادات مع نهاية شهر 5 بحوالي 800 مليون، كان هذا يعني إنذار كبير. قام رفع وزير المالية توصية إلى الحكومة الأردنية وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بتخفيض النفقات. تخفيض النفقات اللي صار، طبعا في سؤال ليش احنا رحلنا من رأس مالي إلى جاري، تم ترحيل هاي التخفيضات إلى النفقات الجارية، ووزير المالية اختيار النفقات الطارئة حتى لمزيد من الحوكمة، لأنه الإنفاق من النفقات الطارئة يجب أن يكون بتوصي من وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء. تم تحريك هذه النفقات للإنفاق على زيادة مخزون القمح. احنا الان عندنا مخزون قمح بحوالي، لذلك تم اعتبارها 18 شهر. كمان زدنا مخزوننا من المشتقات النفطيه بحوالي 35 بس مليون. بس بدي ارجع السؤال بشكل سريع، صندوق كورونا بحوالي 100 مليون. يعني زيادات، ايقاف الزيادات والحوافز، هذا الوفر ذهب الى النقاط اللي ذكرتها. هي عباره عن باكج كامل سواء كانت الحوافز او التخفيضات في الرأسمالي، يعني وفرت لنا سيولة لإعادة توجيهها إلى إنفاق رأسمالي. طيب نرجع لك دكتور نمر، كان عندك تعليق على الأولويات في المواطن. سيدي فضل. إحنا بهمنا صحة المواطن. صحيح. الأردني، وبالتالي قطاع الصحة 600 مليون
جاري ورأس مالي سيتم إنفاقها بالكامل على وزارة الصحة. صندوق كورونا تم إنشاؤه في 2020 وتم وكان فيه حوالي 100 مليون صحيح 60 مليون تم صرفها أو إنفاقها للمستشفيات الحكومية. نعم 40 مليون المتبقيات انصرفت على تكاليف مرضانا للكورونا بالمستشفيات الخاصة وشراء المعدات الطبية لوزارة الصحة والمدينة الطبية. وعشرين واحد وعشرين مستمر بسقف 165 مليون هذا الصندوق لدعم احتياجات قطاع الصحة من المستشفيات الميدانية وشراء اللقاحات والأجهزة والمعدات. سيدي المعونة يعني الأولويات أنا بحكي المعونة الوطنية هناك زيادة ل 35 ألف أسرة بمبلغ مقدار مخصص له حوالي 50 مليون فهذا أنا مبسوط عليه. لكن المطلوب من مبسوط أنت كثير شغلات دكتور لكن مطلوب ملاحظة لكن مطلوب من صندوق المعونة الوطنية أن تتجه إلى منحنى آخر بدل أن تعطي راتب شهري لخمسة وثلاثين ألف أسرة يجب أن تعمل مشاريع صغيرة منتهية الصغر لأسر حتى يتم تحصيل دخل وبالتالي تكون هذه الأسر غير فقيرة. يعني مهمة المعونة الوطنية آخر الشهر بتعطي رواتب إحنا ما بدنا هذه المهمة مشاريع تعطي رواتب بدنا مشاريع لتعطي رواتب. ركزنا كمان على وزارة التربية والتعليم فزيادة بالإنفاق عن العام المنصرم حوالي 64 مليون 64 مليون لتعكس إعادة علاوة المعلمين اللي تم إيقافها خلال عام 2020 وكمان زيادة الإنفاق الرأسمالي لتغطية الاحتياجات والله يطول عمر جلالة سيدنا يعني وجه الحكومة قبل أسبوع بفتح القطاعات والمدارس بشكل تدريجي والله يطول عمره وإن شاء الله يستمر هذا الفتح ويحمي هالبلد من جائحة كورونا. يمكن آخر شيء بدي أضيفه التوظيف في عندنا شواغر ل 2020 بتخص التربية والتعليم ووزارة الصحة وضريبة الدخل هذا راح يكون ب 2021 وهذا إشي كويس. هاي من 2020 هاي تم إيقافها بال 2020 لكن هاي شواغل لل 2020 ستتم في ال 2021. أنا بظهر أشياء إيجابية يمكن للحكومة. في إشي مهم كمان تم إنشاء صندوق الاستدامة صحيح وساهمت فيه وزارة المالية ب 60 مليون الضمان الاجتماعي ب 66 والمتبقي هو عبارة عن منحة هذه حتى تمول القطاعات الأكثر تضرراً 50% للموظفين من الرواتب هذا يعني خطة تحوط لعدم زيادة البطالة صحيح. فأنا هاي مبسوط بالموازنة بهاي الأشياء وهاي الأولوية لهاي القطاعات أو الوزارات حتى نهتم فيها وضحت بس أدخل على اللي تفضل فيه الدكتور أنا بثني على اللي حكاه الدكتور بخصوص المعونة الوطنية أنا مع هذا الطرح إنه إحنا الآن ميزانية المعونة الوطنية حوالي 200 مليون 204 مليون يجب أن يدخل فيها بعد للتشغيل وهذا حقيقة يعني يتوازن مع مطالب جلالة سيدنا بأنه نشغل الشباب وممكن نستفيد أيضا من اللي تفضل فيه الدكتور فيما يخص برنامج استدامة هذا طرح ممتاز وأنا بثني عليه وبتمنى أن الحكومة أيضا تستجيب لهذه الفكرة الطيبة يعني. طب دكتور تعودنا على موضوع المشاريع الرأسمالية وتأجيلها للأعوام اللاحقة ما الذي يضمن بعدم إيقاف المشاريع الرأسمالية هذا العام وترحيلها للأعوام القادمة؟ والله حقيقة أنا يعني أنا حتى كان في عندي كشف اليوم مش موجود معي وفرجيته للدكتور إحنا في وزارة المالية ليس لدينا أي آلية للتدخل في الإنفاق الرأسمالي يعني فاتورة بتجينا من وزارة الأشغال فورا لا تأخير بصرفها لكن إذا طلعنا إحنا على الإنفاق الرأسمالي في شهر 2 وفي شهر 3 في شهر 4 لما توقفت القطاعات يعني كان 74 مليون على ما أعتقد 100 مليون 100 أو أكثر يعني
والآن أنت تتطلع على آلية طرح المشروع حقيقة، هي تطرح المشاريع في شهر 3 و4. يعني أنت أول شيء الإنفاق انخفض، واثنين آلية الطرح توقفت. وحتى نعوض هذا الحكي، أنا معالي وزير المالية وجهنا بأن نسرع عملية الإنفاق الرأسمالي. أنفقنا في شهر، وهي الأرقام موجودة، في شهر 9 7 7 9 8 12 أكبر من مستواه في عام 19، لكن الإجمالي الإنفاق الرأسمالي في عام 19 راح يكون أقل شوي، عفوا في 20 أقل شوي من 19. يعني هي جائحة كورونا أثرت حتى على الإنفاق الرأسمالي. يعني في بند ال 74 مليون كنت أتحدث عنه، حتى قصة صغيرة أحكي. يعني نزل عندي وزير المالية على مكتبي وتدخل بنفسه وأشرف على في آخر يوم على آلية الإنفاق على الرأسمالي. يعني إحنا في وزارة المالية يعني نضع كل جهدنا أنه الرأسمالي أن يتم إنفاقه بالكامل، لكن دورة المشروع، تعطل المشروع، وثائق المشروع، أنه خلينا نحكي المقاول لم يقدم كافة الأوراق، تدخل هذه في عملية التعطيل. لكن وزارة المالية هي عبارة عن ممول، ولا نتردد. والآن حتى في بند جديد تطلع له علاقة في الشراكة مع القطاع الخاص، إحنا يعني ننظر بإيجابية إلى هذا الموضوع، ونتمنى على القطاع الخاص أن يتطلع إلى هذا الموضوع. تفضل تفضل أستاذ. أنا يعني في بالموازنة شيء مزعج اللي هو 1.5 مليار خدمة الدين، فهذا بزعجنا، وهذا بدفعنا تقريبا كل شهر 100 مليون. هذا مزعجنا إحنا بالمئة مليون أو 1.4 مليار بالسنة، هذا 120 مليون بالشهر، يعني 1.4 مليار بالسنة إحنا بندفع، فهذا شيء مزعج للموازنة. صحيح. يعني شو تعليقكم على هذا؟ صحيح، أنا أتفق معك إنه هذا المبلغ كبير، لكن إحنا إذا اطلعنا على الدين، رصيد الدين حوالي 33 مليون، يعني مع الضمان بعد استثناء الضمان بيصير 27 مليون. لو أخذنا 4% على 30 مليار، 1200 مليون بتكلفون بالسنة، وعندنا عجز 2 مليار. أنا راح أجاوب على السؤال. لا، أنا للأسف انتهى وقت الحلقة. بشكل سريع، إحنا عندنا في الدين، في عندنا استراتيجية للدين للتحول بين القروض التي تكون ذات فائدة أقل. عندنا نبكو مثلا بنكفلها قروض، تم تمويل قرضين كل واحد ب 100 مليون لتمويل سوف يكون هناك بالتأكيد برامج خاصة للإجابة على كل التساؤلات. شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. شكرا دكتور سيدي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا على حسن إدارة الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا لك. لقاؤنا يتجدد مشاهدينا الكرام يوم الجمعة المقبل في حلقة جديدة من حكومة الظل. في أمان الله.